بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه أسترا جي، أوبيل أسترا جي، فيها محرك إيكوتيك 1.6 بنزينة، إنما فيها علبة سرعة أوتوماتيك. عندها نترة شوية في الفيتاس، عندها شوية يعني حط أولى أو ثانية، حط بريمير وتجي خارجة فيها نترة. إحنا شاكين توا إن زيت علبة السرعة نقص، زيت البوات نقص، باش نشوفوه ما عندوش مكان نشوف منه الزيت. قلنا نشوف ونعاونوا محاولة إن إحنا نصبوا لها زيت. منين نصبوا لها زيت؟ هو عند هذا بلف التبخير، سموه بلف التبخير، نتبعوه منين ونلاقوه محطوط هنا في فوق علبة السرعة. هذا نفكوه، نفكوه، شفتوه هنا، نفكوه، شفتوه هذا، هذا نحنحوه ونجيبوا حاجة كما هيك، خرطوم ولا أي حاجة كما هيك، ونحطوها في مكان هنا. شفتوه هذاك المكان هذاك، نحطوا فيه هذاك ونحاول نصب لها تو، باش نصبوا لها نص سترة، نحاول نصبوا لها نص سترة يعني باش نجربوا النترة تنقص ولا تنحى ولا لا. خاطر علاش؟ لأن ما عندناش من نشوفوا الزيت، الزيت اللي نصبوه لها أتياف، والكمية اللي تاخذها المفروض هي الأصلية، كمية تاخذها هي 5.5. إذا كان تحب تعمل حاجة صحيحة ومضبوطة، تفرغ الزيت الكل وتقيسها وتعاود ترجع من الأفضل، ترجع ما تغيرش الزيت، من الأفضل ترجع وتشوف الكمية اللي أنت فرغتها من علبة السرعة قداش، وتعاود تقيسها وتصبها. مثلا لقيت 4 تزيد 1.5 إترا، لقيت 5 تزيد 0.5 إترا، وتعاود تصبها هكا، كتولي العملية عادية أفضل. تو احنا بنزيدوها 0.5 إترا ونجربوا النترة يعني تنقص وتنحى ولا لا، اللي هي كتجي خارج تنتر يعني طبعا زدناها حوالي 0.5 إترا، حوالي 0.5 إترا، نزيدها شوية. أنا زيت أتياف أي نوع مش مشكلة، أتياف المهم، زيت أتياف اللي هو الأحمر هذايا اللي هو بتاع الدريكسيون، تو زدناه حوالي 0.5 إترا وباش نشوفوا النترة هاذ ترى تنقص ولا لا، نحى ولا لا. نعاودوا نرجعوا اللي هو هذاك، ما في شيء هذاك هنا يعني، حتى من غير ما نحيه من مكانه، هو فيه نفسه كيدور يقعد في مكانه، ما يدورش معاه التيوب، ما يدورش معاه اللي هي الخرطوم، ما يدورش معاه، يقعد ديما مكانه، فيه يعني سيستم يعني اللي هو يقعد هراك. نتابعوه شوي شوي، لازم يكون يمشي معاك ساهل باش ما يمشيش معوش هكاكا. نركبوه انا كيف مكان، نخلوه تو باش نجربوها النترة تنقص ولا لا. عندنا احنا هي الاول كانت فيها نترة، وتو باش نشوفوا يعني لازم نشغلوا الساعة السيارة قبل، نشغلوا السيارة الأول، خلوها من شوية تاخذ الزيت نتاعها الأصلي، نشغلوا السيارة، نشوفوا هنا عندناش حاجة أخطاء موجودة، إذا كان عندنا أخطاء موجودة لازم نمسحوها قبل ما نمشوا، عندناش أخطاء موجودة، نشوفوا، خاطر مسحت لها الأخطاء قبل ما نمشوا، وتوا باش نشوفوا نحطوا لها نجربوا بالبريمير اللي هو الأول، نشوفها لا حط اللي هو في العادي. الان هنا عندنا خلي هذاك مرشد، خلينا نشوفوا هل مرشد تنتر ولا لا. لا لا، من غير ما تكسر، ما هي زي ما تتحرك من غير ما انت ما تنزل على البنزينة. اوكي اوكي، خليها هكاك، شد فرامل، شد الفرامل، يد حط فرامل، خليها هكاك تو هكاك الان، هكاك دي، خلي 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 فرامل محطوطه. اي اوكي اوكي، نحي فرامل من غير ما تكسر، ما تدعس بنزين، لا اشيل من البريك. اي نحي رجلك، نحيت. اي شاري اكسيدير شويه، نخرج شوي، خرج بشوي شوي، في الار ما نوقف هنا، خلينا نحطه في الدي، اخر شويه